هذه أول دفعة من ضمن 11 رحلة سنطلق من الورقلة إن شاء الله. سجلنا التقليص مدة التكفل بالإجراءات الشرطية والجمركية والصحية لأقل من ساعتين لأزيد من 260 حاج، مما قلص من المتاعب وكان في ظروف مريحة جدا بتوفير كل شروط لذلك. الحمد لله الذي وفقنا هذا العام يعني زيارة البقاع المقدسة والإتمام الركن الخامس في الإسلام، وعقوبة إن شاء الله للناس كل ولكل مشتاق وليكم والناس كل، والحمد لله رب العالمين. الإجراءات كانت مبسطة الحمد لله رب العالمين، نسأل الله القبول والتوفيق، حج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله لجميع الحجاج. الحمد لله الذي اصطفانا وكنا من حجاجه هذا العام، اللهم لك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه. الأمور في الحقيقة راهي ماشية كما ينبغي الحال بشكل منضبط بشكل غير طبيعي، الحمد لله نشوف في الديوان أن الأمور وكل عام راهي رايحة تتطور